أهلا وسهلا مشاهدينا إلى فقرتنا الثانية مع شاعر الأغنية السودانية صاحب الكلمة الرفيعة والمختلفة، لوحة شرف للشاعر البارز الشاعر السوداني الراحل محمد علي أبو بطاطي، نتابع سويا. أمس حبيت وحب اليوم وحب باكر، بحب من قلبي لا خايف ولا ناكر، بحب الناس تكون في سرور وتبسيم يشرح الخاطر، والأطفال بحب ألقاها في عيون الفرح ظاهر، وأسراب العصافير في نغم منساب ومتواتر، وحبات الرزاز تنزل من الغيم الندي الماطر. محمد علي أبو قطاطي شاعر القرية والريف، ولد في العام 1931 في قرية العجاج الجمعية، وفي الرابعة من عمره أدخله والده الخلوة، وفيها تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ آيات القرآن، وبعدها انتقلت الأسرة إلى الجزيرة سلانج للإقامة فيها، وفيها التحق أيضا بالخلوة وأمضى فيها 6 سنوات، حيث عرف عنه عصاميته في التعليم، إذ لم يزد تعليمه المنتظم أكثر من مستوى الخلاوة، فقام بتعليم نفسه بنفسه وتثقيف ذاته، وكتب وهو في صغره كتابا عن أصول وقواعد وبلاغة اللغة العربية، وقرأ الكثير من أعمال الشعراء والأدباء العرب والسودان. بدأ كتابة الشعر منذ العام 1950، وكانت أعماله آنذاك مقتصرة على قصائد وطنية كان يقدمها في الندوات السياسية ولأهله وأصدقائه. وكان لقاؤه بالشاعر السوداني عمر البنا بمثابة نقطة تحول بالنسبة إليه، والذي يعتبره أبو قطاطي المكتشف الأول لشاعريته، حيث قدمه إلى بعض كبار الشعراء، ومن ثم اتجه أبو قطاطي نحو الشعر الغنائي، ومن أوائل من غنى له المطربة السودانية الرحمة مكي، والفنانة فاطمة الحاج، والفنانة مهلة العباد. أنت يا قلبي المتيم ما كنت خالي، وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي. أنت يا قلبي المتيم ما كنت خالي، وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي. كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي. أسهم أبو قطاطي في ترقية الغناء السوداني بكلماته منذ بداية الخمسينيات، وكتب قصائد غنائية نالت إعجاب الجمهور السوداني، ومن أبرزها أغنية الأمان العذبة التي تغنى بها الفنان خليل إسماعيل، ونبع الحنان للفنان زيدان إبراهيم، وقد تغنى عدد كبير من المغنيين السودانيين بقصائده منذ خمسينيات القرن الماضي، مثل بابكر حمد، علي أبو الجود، حسن بدير، أولاد شنبات، عثمان الشفيع، عائشة الفلاتية، فاطمة الحاج، منى الخير، محمد وردي، صلاح بن البادية، والثنائي الغنائي مرغن المأمون وأحمد حسن جمعة وغيره. شوي النجم الليل من العدا
وقتها وغيري حساب شوي وسافر بخياله هناك صنقر حساب الري بنيت الموت قصور أمان ومديت للريها بيدي وشديت سرجي فوق الريح عشان ألقاك بدور أطوي المسافة طيب. نظم أبو قطاط الشعر الغنائي باللهجة السودانية العامية، ويمتاز شعره بالبساطة في مفردات قصائده وقوة مضامينها وعمقها وتعدد جوانبها الجمالية من بلاغة وبيان. نحن من الفخار يكفينا لابسين الفضائل زينة، نحن برانا بالحاصل نوري الكينة، نحكي نبانا للدائرنا والمابينا، نحن حقيقة أصلا نخوة من تبينا في العز والفخار ولدونا وتربينا، الناس والزمن عارف الصفات الفينا، سكان القبور تشهد شرف ماضينا، وفي للزمن صادقين نفوسنا أمينة صبارين على المنة لله بيجينا. فكان أبو قطاطي فارس الشعر الوطني والعاطفي والحماسي، وتنوعت الموضوعات التي عالجها في شعره، فقد كتب عن التضحية من أجل الوطن وعن جمال المرأة وسماحة البادية وإنسانها البسيط وخصاله الحميدة من كرم وجود ومروءة. الزول بيفتخر وباهي بين عنده نحن سياد شهامة والكرم ينلده ما في وسطنا واحدا ما نكر زنده قلب عتر بقاع بيناتنا الحارة. أبو قطاطي كلمة وحرف صدح بالجمال والروعة، ولحن شاع في أفق الأغنية السودانية وفي دروب محبي الإبداع، وتكامل من خلال شخصية أحبت الخير لكل الناس فأحبها الناس.
والرياحين تملى دربي دربي. وأنسى قلبي قلبي والرياحين تملى دربي دربي. بالتأكيد ترك أثر طيب في اجتمع الجميع على حبه وحب كلماته البسيطة والجميلة والمختلفة والمتفردة أيضا. شاعرنا الكبير الراحل محمد علي أبو قطاطلة والرحمة والمغفرة دائما بأكثر ما قدم يعني. بعد الفاصل الشتاء والاكتئاب نمشي نشوف ونرجع نشوف الحاصل شنو في الموضوع ده وهل هو صح ولا لا، الموضوع له نواحي أخرى. خليكم معنا مع ضيفتنا الكريمة إن شاء الله.